بين استهداف ممنهج وقتل واعتقالات تعسفية وتهجير، هكذا يعيش فلسطينيو العراق منذ الاحتلال الأمريكي للبلاد عام 2003 على مرأى ومسمع الحكومات المتعاقبة والمنظمات الأممية والحقوقية والعالم أجمع. ولعل عام 2005 كان بدايه لمرحله تصعيديه خطيره ضد الوجود الفلسطيني في العراق، حيث شهد هذا العام وما تلاه عمليات اغتيال وخطف وتهديد لمعظم الفلسطينيين المقيمين في العراق، لينتهي الحال بهم اما جثثا هامده تم التنكيل بها بطريقه بشعه على ايدي الميليشيات الطائفيه، او هناك من اضطر لمغادره وطنه الثاني العراق، مجبرا ومكرها للخلاص من موت محقق بانتظاره في حال البقاء. ولعل ما زاد الامر صعوبة هو صدور قانون تعسفي صادق عليه الرئيس السابق فؤاد معصوم في كانون الاول عام 2017 والذي ينص على تجريد الفلسطينيين المقيمين في العراق من جميع الحقوق والامتيازات الممنوحة لهم منذ عام 1948 وهو الامر الذي يناقض ما جاء في اتفاقية جنيف لعام 1951 المعنية بوضع اللاجئين. المعتقلون الفلسطينيون في السجون الحكوميه قصه تحمل الكثير من المعاناه قد يطول الحديث عنها فهناك من تم اعتقالهم بتهم كيديه لا اساس لها من الصحه وكثير منهم تم اتهامهم بتنفيذ عمليات ارهابيه استهدفت مدنيين عراقيين بل واجبروا على الاعتراف بارتكابهم هذه الجرائم تحت طائله التعذيب ورغم المناشدات المتكرره لفلسطيني العراق التي وجهت للامم المتحده خاصه كونها هي المعنيه بامرهم وللحكومات المتعاقبه عبر السفاره الفلسطينيه في بغداد او الرئاسه الفلسطينيه الا ان كل هذه المناشدات لم تلق اذانا صاغيه لدى اي من هذه الجهات واليوم تزامنا مع زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى بغداد، جدد فلسطينيو العراق مناشداتهم للرئيس عباس بالالتفات إلى معاناتهم وإيجاد حلول لها خاصة فيما يتعلق بقضية المعتقلين، مذكرين إياه بوعود سابقة حصل عليها من رئيس الوزراء الأسبق نور المالكي خلال عام 2012 أثناء زيارته لبغداد حينها، وتضمنت هذه الوعود إطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين في العراق وتفنيد المزاعم التي روجت لها بعض وسائل الإعلام المحسوبة على الحكومة عن وجود 1251 من الفلسطينيين متورطين بتنفيذ عمليات إرهابية. وربما ما يجري الان من ترحيل لبعض العائلات الفلسطينيه من العراق الى دول اخرى بهدف تامين حياه كريمه لهم قد يبدو حلا معقولا الا انه في الواقع معاناه من نوع اخر تتمثل بتشتيت العائله الواحده وليجد فلسطينيو العراق انفسهم يعيشون مجددا تفاصيل نكبه عاشها اجدادهم قبل نحو 61 عاما